الأثر القديم الذي يزيد عمره عن 100 عام، هذا الذي كان قد توارثته العائلة على مدار حقب زمنية كثيرة، من الأتراك إلى النكبات والنكسات الفلسطينية، مرورا إلى الإبقاء على هذا البيت لحين اعتبر نوع من الرموز التاريخية. مباشرة نتحدث عن 100 عام شاهدة على أصالته وعراقته، رغم نصف جزء من الديوان التابع لهذا البيت والخاص ببيت الخواجة من قبل قوات الاحتلال. فما الذي حدث وما هي الفترات التي مر بها هذا البيت؟ مباشرة ينضم إلينا السيد محمد عمر الخواجة من أصحاب بيت الخواجة. أسعدت صباحا بكل الخير سيد محمد. عمر معك. عمر أهلا وسهلا سيد عمر. أهلا حياك الله، أشكرك ورحب بكم في التلفزيون الفجر جميع العاملين. أهلا وسهلا لكم جميع المستمعين والمشاهدين. يا صباح الخيرات وصباح العراقة والأصالة. أهلا وسهلا ولكل آل الخواجة في مختلف الأماكن في الوطن وخارج الوطن. يعني سيد عمر، بداية حدثنا عن بيت الخواجة، لماذا نحن، وبالطبع يجب أن يوصف بصراحة بأنه بيت الأصالة العراقة، 100 عام ونيف ما شاء الله، أعوام كثيرة لهذا البيت، ماذا متى أنشئ هذا البيت وما الفترات التي مر بها؟ أنشئ بيت الخواجة المعروف بشويكي دار الخواجة، هذا بناء يزيد عمره عن 100 عام. نعم. يعني بني ما بين 1918 و1920، عبارة عن 5 عقود كبيرة تسمى عقودي، غرفة كبيرة مساحتها الداخلية 50 متر ما شاء الله، بارتفاع 7 متر، تمتاز بالقبة على سطحها، وداخل البناء هذا لا يتأثر بالعوامل الجوية، شتاء بيكون دافي وبالصيف بيكون حار، يعني بارد القصد. نعم. طب هذا البيت يعني هو تابع لآل الخواجة، لماذا فضلتم الإبقاء على هذا المنزل؟ وإحنا طبعا نشاهد هذه اللقطات الرائعة، يعني منظر خيالي جميل جدا، ويقولون لما الاحتلال يحاول كثيرا أن يسرق وأن ينتهك وأن يقوم باستغلال أراضينا، الإجابة واضحة مما نشاهده الآن من هذا المنظر وهذه المشاهد الخلابة بصراحة لهذا المنزل الأصيل العريق، أكثر من الرائع بصراحة، تاريخ أصالة عراقة، تاريخ عائلة، وأيضا نتحدث عن عائلة عريقة، ليست يعني مجرد ذكر لهذا الاسم، إنما الخواجة نتحدث عن مناضلين، نتحدث عن مثقفين متعلمين من عائلة الخواجة. يعني ليش خليتوا البيت بهذا الرونق كما هو؟ يعني قلت احنا بدناش نغير فيه كتير، فما السبب سيد عمر؟ والله بناء بهذا الحجم وهذا المساحة وطريقة البناء يستحق أن يكون معلم من معالم الشويكي التاريخية، وإظهار تاريخ العائلة العريق بالتجارة والزراعة. نعم. هذا فقط لنا لنحتفظ به ويبقى على مدار الزمن. ونتمنى من دائرة الآثار أو وزارة السياحة والمعنيين وجهود البلديين إن شاء الله أن يساعدونا بالترميم، لأنه يستحق الترميم والمحافظة عليه حتى يكون مزارا في نشاطات اجتماعية، معارض التراث يكون يعني لمختلف المناسبات. بلشوا يسألونا سيد عمر وين هذا البيت، بسطل هذا البيت، هو حلو بصراحة، مش بس بسطل وجميل جدا ما شاء الله، الله يبارك لكم سيد عمر. طيب رممتوا أجزاء فيه، حاولتوا تصلحوا بعض الأجزاء بس على أمل أنه هذا الترميم ما يفقدهوش رونقه وأصالته وعراقته، لأن احنا بنعرف أنه بحاجة لمختصين في الترميم مش أي كلام. نعم نعم، أنا هذا عائلة الخواجة يعني معظم أفرادها مغتربين، عند عودة
94 قمت بجهود الشخصية المتواضعة بترميم البوابة المدخل التي تمتاز بارتفاع 4 متر وعرض 5 متر تستحق أن ترمى ورممتها يعني ما قصرت ورممت بعض الأجزاء من الغرف والعقود حتى تكون يعني سليمة وأنا أحافظ عليها متمنيا مستقبلا أن تقوم الجهات المختصة بالمساعدة بالترميم وجهود البلدية مشكورة سابقا ايام بلديه مهندس اياد الجلاد رحمه الله ساعدنا بالترميم البواب بصوره لائقه واضح جدا قائم وسور قائم متر يعني اتمنى تعود السور ما كان سابقا ارتفاع 30 أكيد وإحنا مسبقا حكينا سيد عمر إنه بصراحة بحاجة لمختصين وذوي الشأن في عملية الترميم لأنه بدنا كمان نحافظ على قيمته التاريخية والأثرية. على إيش بيحتوي على أغراض؟ يعني شو بالضبط موجود في هذه خلينا نقول الحجرات اللي ذكرتها سيد عمر؟ في أغراض معينة أم فارغة هذه الغرف؟ فارغة لا تستخدم لا سكن ولا أي غرض فارغة بس الحفاظ عليها نعم إن شاء الله مستقبلا بيتم ترميمها إن شاء الله. هل بيتم استخدامه لمناسبات معينة؟ إحنا ما شاء الله شايفين مساحة كبيرة جدا يعني حرم هذا المنزل أو البيت كبير وبالتالي هل بيتم استخدامه لأغراض اجتماعية؟ والله نتمنى استخدامه لأغراض اجتماعية ولخدمة المجتمع والمعارض التراث والفلكلور جلسات تصوير طلبة المدارس أما حاليا هو فارغ لا يستخدم لكن مكان جدا رائع ويستحق الزيارة والكل عماله بيسألنا سيد عمر إنه وين هذا المكان الحلو. هذا المكان الحلو هو بيت لآل الخواجة في ضاحية شويكة وبالتأكيد وسط البلد ويزيد عمره عن 100 عام. طيب سيد عمر احكي لنا شوي عن الديوان، شو قصة الديوان اللي تم نسف جزء منه؟ هذا الديوان كان مضاف لآل الخواجة للعائلة ديوان سنة 75 أخي البطل الشهيد قام بعملية بيت ريد خالد بعد على إسرة قامت قوة الاحتلال بهدمه ولا يزال أثر موجود لغاية الآن الرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار وبالتأكيد نحن نتمنى البقاء والديمومة لمثل هذه الأماكن والصرح التاريخي ذو الأصالة والعراقة. بصراحة يعني صدقا نحن سعداء جدا بهذه الإطلالة الصباحية وبهذه المعلومات. يعني سيد عمر في اقتراحات بيقولوا لك هذا بيزبط تصوير للعرسان وللحفلات هذا المكان. والله بصير يعني مثل من رحب الجميع صحيح كل ولا الاحترام وانا يعني خصوصي المعارض التراثية واظهار الفلكلور صح الهزيج الشعبية يعني هاي الامور برضو احنا بنرحب فيها واي وقت حياكم الله. واحنا هنا بنطالب من الجهات المختصة سواء وزارة الثقافة والسياحة أن تهتم لمثل هذه الأمور. بالتالي هنا استفسرنا قبل ما ننتهي من هذا اللقاء، توجهتم لوزارة وزارتي السياحة والثقافة يعني قلت لهم أنه في عندنا مكان بهذه العراقة وبهذه الأصالة ولكن بحاجة إلى أياد مختصة للتدخل، أم حتى هذه اللحظة ما كان في أي توجه لأي جهة معينة؟ كان توجه متواضع وإن شاء الله نتابع ونتلقى الإجابة وردهم يعني يكونوا مشكورين جهودهم المعنيين ببلدية وكل الجهات الرسمية أتمنى ذلك وإن شاء الله نقوم يعني بمطالبة بهذا. نعم طيب لأنه لا يخص العائلة ولا ويخص شويكي عموم البلد إجمالا احنا نتمنى في هذه اللحظات ووزارة السياحة بعض العاملين في الوزارة الموظفين في هذه اللحظات على السمع يتم أيول اهتماما أكبر بخصوص هذا المكان بيت الخواجة
لا يزال شاهدا على بالتأكيد أصالة وعراقة ما يزيد عن 100 عام، والذي نصف جزء من الديوان فيه الخاص أو المضافة في هذا البيت من قبل قوات الاحتلال. وبالتأكيد نتمنى لكم دوام الصحة والعافية سيد عمر الخواجة صاحب بيت الخواجة وأحد ملاك هذا المنزل، نتمنى لكم السلامة كل السلامة، وإن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة المتعلقة بالحفاظ على مثل هذا البيت العريق الأصيل. أشكرك جزيل الشكر ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم، ولكن